السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم توقيت مباراة فياريال الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في دوري الأبطال الأوروبي والقنوات الناقلة لهذه المواجهة. ولكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. سيلعب نادي فياريال الإسباني مباراتهم أمام نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، ويطمح رفقاء اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي إلى تحقيق الانتصار. وبنسبة كبيرة سيشارك ماندي في هذه المباراة بعدما تألق في المباراة السابقة لناديه. وستنطلق مباراة فياريال ويوفنتوس على الساعة 9 بالتوقيت الجزائري، كما أن المباراة ستكون منقولة على القنوات التالية.